اهلا، انا داليا. النهارده جايه بطريقه عمل السمك. وقبل ما نبدا، اللي اول مره يشوفني يا ريت يشترك في القناه. يلا نبدا. اول حاجه بعملها عندي السمك الرفيع. كلكم قلتولي التتبيله كانت ايه، وهاتيها من الاول. انا كل التتبيله اللي عندي بعملها في السمك دايما بحط توم، كزبره، كمون، بابريكا، فلفل احمر، ملح، بتوم. دي هريسه الفلفل اللي عملتها في الفيديو اللي فات، ودي الطماطم مقطعاها. بس كده حاجة سهلة خالص. ادي الثوم ومعاه كل التوابل اللي قلنا عليها، معاه الفلفل، وكل ده اهو هيتحط. بس كده وكالعادة بحط فلفل على الدقيق بس عشان يدي طعم. بس وتبلت السمك كله، وهبدأ في الدقيق احط السمك. بس كده بس كده ادي السمك. كل انواع السمك المحمر عندي بعمله بنفس الطريقه. بس خلاص،